Nous avons donc à chaque fois fait des expositions qui ont essayé d'apporter justement une nouveauté, de faire appel aux talents de la région, que ce soit dans le domaine de la sculpture, dans le domaine de la peinture. Et pour cette exposition qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur, nous nous sommes ouverts donc à la région, à l'arrière-pays, donc à la région de Hrmisset, et pour donner l'occasion à des coopératives d'artisanat, donc une coopérative de tapis et deux coopératives de bois qui ont été encadrées par un designer bien connu qui est Jamil Bnani, qui est ébéniste de métier et qui donc les a pris en charge en les encadrant pour justement leur faire ouvrir d'autres horizons, leur faire explorer d'autres inspirations, leur donner donc l'occasion de faire évoluer leur travail et de montrer que justement ils peuvent produire des choses un peu plus originales, où il peut y avoir un peu plus de marge. Et vous voyez donc la production, ça a donné donc des objets de tous les jours, des consoles, des luminaires, des tables, des choses qui ont une valeur ajoutée, qu'ils peuvent écouler, mais qui font aussi honneur à leur travail à la base. باش تعرف التعاونية وتعرف المنتوج ديال التعاونية ويعني واستفادة من يعني الإشهار ويعني كتعطي واحد البعد ديال تشجيع التعاونيات والصناعة ككل. اي معلوم ساهم بشكل كبير كاع يعني غير هاد الكميه ديال الناس وديال المسؤولين راه على واحد يعني ما عمرو الدار في يعني التعاونيه عندها اي تعاون يعني عندها 20 عام في العمر ديال التعاونيه وما عمري كان هاد الخير هذا يعني دابا اصلا حنا في خميسات ما كانش المنتوج معروف ودابا غادي تعرف بشكل كبير يعني بهاد الاشاره هذه. نحت على الخشب ككل كان جميع المنتوجات يعني اي تصميم اللي تعطى لنا كنصنعوه وكنمشيو بالنسبه للبيع كنمشيو مع الرواج الحاجه اللي كتطلب كنصنعوها. لا كان لا حتى برا يعني في المغرب وخارج المغرب يعني المغرب كامل وتا برا كنشاركوا في المعارض في جميع سبيت وشاركنا في المعارض في اوروبا يعني في فرنسا والحمد لله يعني راه المنتوج مقبول سوا شويه الاشهار بحال هكا يعني ولله الحمد يعني هذا بادره كبيره خذتها البنك الشعبي وما ردوا لها بالخير ان شاء الله. المشاركه كانت الاول شيء كانت فكره من السيده طانيه الشرفي مندوبه المعارض جابت الفكره للبنك الشعبي للسي جليل السبتي هو رحب بالفكره ودار واحد اتفاقيه مع ديزاينر السي جليل جميل بناني وخرجت الفكره بحال كذا قلنا يمكن دار يمكن ما دارش خديناها تحدي قلناها غادي تخدم تخدم ما تخدمش تخدم خدمت الحمد لله. شاركنا بالزربيه درنا لها فروه التيجر وشاركنا بالزربيه الاخرى سميتها فيها اقن رزم وفيها واحد ستيل في الجناب ديالها فيها حنب الزربيه وشاركنا بزربيه اخرى قرش لها سميتو بالشعر الماعز والصوفا حتى هي درنا خاويه ولكن درنا ليها هذا الستيل بحال هذا باش يقدر يبدل من نوع بنوع الا بغى يبدل اللون هذا وشاركنا بشرويط اللي هو شرويط ديال تريكو درنا محافظه على البيئه كيشيطوا دوك التريكوات كيتلاحوا كيلوتوا الزنقه ويلوتوا الشوارع ويلوتوا الزرع كيتلاحوا في الحقول وهذا حنا كنجمعوهم وكنصبنهم وكنفوروا داك الصوفه ديالهم وكتعاود من جديد كتولي جديده كتعاود ملي كتفور كتولي بحال عاد جديده. وشاركنا بهذا سميتو المبره هذا لي بوبين ديال المبره كياخذوا بهم الطلامط ولكن اللي ملي كيشيطوا هاد البوبين كيتلاحوا حتى هما في لي بوبين وداك الشيء كنجمعوهم حنا كنشريهم ثاني واخا ما لقاهمش بزاف ولكن كنحاولوا ما امكن باش نقلبوا عليهم وكنشريهم صافي كنخرجوا منهم هاد التحف هذا. أهمية المعرض حنت حنا كنا بحال مركب مع اتجاه غير واحد الجهة
غير الحنبل الزموري الزرمبيه الزموريه هاد الرقيمات هذا الوشام التطواج كذا كذا كذا. ولكن ملي جاك هذه الفكره هذه بهذا الستيل هذا يقدر هذا الستيل هذا كل شيء يقدر ياخذه يقدر حن ستيل جديد هو نفس الخدمه ونفس الرقمه ولكني شكل جديد. انا خديتها تحدي بالنسبه لواحد الزربيه هي هنا درنا لها فروه التيكر هذيك كنا ما نقدروش غنخدموها ما يمكنش حيت خدمه متقوبه من الوسط متقطعه بحال هكذا وجهه طويله وجهه قصيره يعني مستحيل تخدمها حيت حنا كنخدموا باليد ماشي الماكينه. حد حلت ربعه د المرات وهي كتخدم وتحل تخدم وتحل وكنرسموا باش كنا كنرسموا سميتو الميتراج ديالها باش كنرسموه كنرسموا بالربيع ملي ما حلت في العروبيه ملي ما لقيناش ستيل كنرسموا بالربيع صافي بقينا تخرجناها للوجود المنطقه اللي انت شويه خميسات يا